السلام عليكم. طريقة جلوس السيسي أمام أبي أحمد تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك لتتوصل بجديد الأخبار العاجلة والحصرية حول مصر والدول العربية. أثارت طريقة جلوس رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي الخميس على هامش اجتماع القمة الإفريقية الروسية تفاعلا عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية ارتفاع حدة التوتر بين البلدين بشأن الخلاف الدائر حول أزمة سد النهضة. وأدارت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أبي واضعا قدما فوق قدم في حين يجلس السيسي جلسة معتدلة، ما اعتبر دليلا على قوة الأول وضعف الأخير. وانتقد مغردون مصريون ما يصفونه بالتناقض الفج من قبل السيسي بشأن طريقة تعامله مع الخارج في مقابل التعامل مع الداخل، حيث يقال إنه يظهر قسوة وخشونة وجبروتا مع أبناء شعبه، بينما يظهر ضعفا دليلا مع من هم في الخارج، مؤكدين أن تلك الصورة تلخص مكانة مصر الإقليمية حاليا. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة والتعليق على الفيديو.